كمان عايز اقول يا كابتن اسلام، الكور الثابته كمان بقى ليها دور فعال بشكل كبير. يعني مباراه مثلا فيوتشر لما سمير يمكن يجيب لنا اللقطات، هتلاقي ان كان الجيم مقفول بشكل كبير جدا، وده بيرجع ليه صحيح كابتن طلعت برضو مدرب. هنجيب لحضراتكم حالا لقطات من ماتش المودرن. اتفضل يا كابتن. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي كابتن طلعت احنا بنحييه من خلال برنامج كابتن اسلام، خبره كبيره جدا في مجال التدريب، شخصيه محترمه، شخصيه فنيه، بيقرا بشكل كبير، بيعرف يتعامل مع الفرقه الكبيره اذا كانت الاهلي، بيعرف يتعامل معاها ازاي وبيحترمها بشكل كبير، في انه بيقفل مفاتيح اللعبه من الناحيه الفنيه، بيقفل خطوطه الثلاثه، لانه هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي خطورته في كل وقت. فانت النهارده عشان تقفل خطوط الثلاثه وتلعب في 30 يارده، انت بتحترم نفسك رقم واحد، ثم بتحترم النادي الاهلي رقم اثنين. فالكابتن طلعت انا بحييه على ادائه في هذه المباراه من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الدفاعيه بشكل كبير، كان عنده توازن بنسبه يمكن 70 او 75% بشكل كبير في هذه المباراه. دي طبعا الهدف الاولاني اللي سجله فيوتشر نتيجه مهاره فرديه وتصويب، يعني هدف مباخت بالنسبه لنا، يعني راجل اخترق نص الملعب ثم مدافعي النادي الاهلي ثم تصويبه مفاجاه باحراز صحيح. هدف عارف يا كابتن اسلام، ما كناش قلقانين، يعني الاهلي خسران مظبوط لحد الدقيقه مثلا 34 35 في الشوط الاولاني، لكن احنا حاسين ان احنا هنقدر نرجع للمباراه. لعبتنا عودتنا بصراحه من خلال اداء في المباراه المؤجله بشكل كبير ان هي قادره ان هي ترجع للمباراه، وشفنا يمكن الفرص في الكور الثابته بالذات اللي احنا بناكد عليها في المباريات اللي فيها تكتل دفاعي بهذا الشكل يا كابتن اسلام. فالدور الكور الثابته ليها دور كبير جدا ودور فعال في فتح هذا التكتل. نجح مستر كولر بشكل كبير جدا من ناحيه الكرات الثابته الجانبيه، وده يمكن الهدف الاولاني من الضربه الثابته، اتقان من قفشه عملها يعني هاف كروس جميل في المنطقه المؤثره، عشان مين يروح لها؟ المقاتل اللي انا شايفه امام عاشور اللي بيتابع بشكل كبير جدا جوه خط ال 18 وعنده النزعه الهجوميه وعنده الاصرار على احراز الاهداف. طبعا كمان النهارده بيفاجئنا بضربه راس جميله، يعني بردك يمكن امام اول مره بنشوفه في حته مهاره ضرب كره بالراس، ان هو بيروح وبياخد الخطوه قبل مدافع فيوتشر وبيسجل هدف كابتن اسلام من الاهداف الجميله جدا جدا جدا، صعبه جدا على حارس المرمى لان طبعا فيها قوه وفيها اتقان ورايحه في الزاويه القاتله زي ما بيقولوا، اللي هو المقص الصعب جدا على حارس المرمى صحيح، عشان يسجل هدف من الاهداف الجميله ونعود للمباراه مره ثانيه 1-1. خلاص كل الناس اطمنت، لا النادي الاهلي قادم، النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يغطي الجول بهدف ثاني، وطبعا قدر النادي الاهلي يغطي الهدف الثاني ويكسب المباراه بهدفين مقابل هدف، عشان ياكد ان فعلا يا كابتن اسلام عندنا سكود جميل جدا. والسكود الجميل طبعا ده برضك كره ثابته، التغييرات بقى اللي عملها مستر كولر المؤثره دي حاجه بقى بقت واضحه قوي في المباراه السابقه حقيقي، ان كل التغييرات اللي مستر كولر بيبدا يضيفها في بداية الشوط الثاني كلها هجومية وكلها مؤثرة بشكل كبير. بنقول لتاو حمد الله على السلامة، بقاله فترة كن حلو صراحة، مش متوقعينه برضو من بيرسي تاو، خلي بالك بالظبط وجوده كمان يا كابتن اسلام في مكان غريب جدا زي ما بقول لك، يعني استخبى كده بين المدافعين صحيح، هو خد 6 ياردة وسبحان الله قدر طبعا حسين الشحات ان هو يقدر يعمل له كورنر بشكل مؤثر في منطقه مؤثره عشان يلمسها بس بدماغه، اي لمسه في المكان ده يعني بتبقى جوه الثلاث خشبات، هدف من الاهداف الجميله جدا. وده طبعا يمكن خطا لكهربا اللي لسه نازل، لكن طبعا كهربا ما كانش دخل اجواء المباراه لسه، لكن كهربا بالحس الهجومي قدر يتوقع ان المدافع هيخطا الخطا ده، طبعا انطلق واخترق ويعني بترقيصه جميله لحارس المرمى، لكن نهايه الهجمه ما كانتش ايجابيه بالنسبه لكهربا عشان يضيع هدف ثالث كان ممكن للنادي الاهلي في خلال نزول كهربا في الفتره اللي هو قضاها في الشوط الثاني.